أفضل 5 أكلات مفيدة للكلية. رقم 1، الخضروات الورقية الغامقة دي اللي هي زي إيه بالظبط؟ زي الخردل والخس واللفت والسبانخ، واللي بتكون غنية بفيتامينات سي وإي وكي والكالسيوم والمغنيسيوم البوتاسيوم والحديد المفيدين جدا للكلية. تاني حاجة هو الكرز الحامض الغني بفيتامين A ومضادات الأكسدة واللي بتظبط الضغط وبالتالي بيكون مفيد جدا لصحة الكلية. ثالث حاجة التوفو واللي بيعتبر أفضل البروتينات النباتية لصحة الكلية، لأن الكلية من وظائفها إيه؟ إن هي بتعمل توازن في درجة الحموضة بتاعة الجسم. أما التوفو وإنه بيساعد على تحسين درجة حموضة الجسم، إذن هو مفيد للكلية وما بيهلكش الكلية. رابع حاجة هي بذور الكتان، وطبعا عارفين ان بذور الكتان مع ان فيها الاوميجا 3 كمان بتساعد على مستويات السكر في الدم، لان ارتفاع السكر في الدم بيسبب تلف الكلية، لان زي ما احنا عارفين ان هو بتبدأ الكلية تتخلص من السكر الزايد وده بيعمل لها مشاكل. فبنعتبر ان بذور الكتان من الحاجات المفيدة جدا لصحة الكلية. خامس حاجة والمهم جدا هو الثوم، لأنه من مضادات الالتهاب وبيقلل الضغط، فأكيد بيساعد على صحة الكلية. آخر نصيحة عندنا، علشان نحافظ على الكلية سليمة، اشرب مية كتير من 3 إلى 4 لتر يوميا، بكده الكلية بتاعتك هتكون سليمة ومش هتحتاج إلى أي مشاكل. شكرا ليكم وسلام عليكم.